بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، ها هنا ينطلق شوطنا الثامن في مجمل الشوط، وشوطنا الرابع للقعدان الثنايا، وشوط الأخير للقعدان الثنايا، ومن مسافة 5 كيلومترات. إذا ما هي إلا لحظات نوافيكم مع 5 المراكز المتقدمة. مقدمة الشوط وصدارة الشوط السيف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد المغيري العتيبي ينطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني ثاني المراكز، وثاني التحدي الوصول في هذه اللحظات، والاسم القادم على المركز الثاني. شعار في هذه اللحظات شعار جار الله بن بتلة المري مع منصور على المركز الثاني. المركز الثالث وصل شعار في هذه اللحظات، ثالث الأسماء شعار فيصل أو شعار سليمان بن علي البلوي مع هياف على المركز الثالث. رابع المراكز وصل شعار أبو عقاب ينطلق في هذه اللحظات، وانطلاقة شعار صفر بن عقاب الشريف على المركز الرابع. والمركز الخامس وصل مذهل مشعل بن بخيت العتيبي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس. لكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، إلى شعار أبو نايف مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط مع سيف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول وصدارة الشوط. يا سلام يا المقدمة. ثاني المراكز الوصول على المركز الثاني منصور جار الله بن بتلة المري على المركز الثاني. والمركز الثالث مذهل مشعل بن بخيت العتيبي ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز وصل شعار سفر بن عقاب الشريف مع سياف على المركز الرابع. والمركز الخامس وصل في هذه اللحظات لكن نعود إلى مع خامس المراكز من تسلل إلى ثاني المراكز حرب فهد بوربعة الحربي من تجاوز إلى ثاني الأسماء. لكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة الشوط. يا سلام مع انطلاقة السيف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي ينطلق في هذه اللحظات، ينطلق شعار أبو نايف لكن شعار فهد بوربعة الحربي على المركز الثاني، وانطلاقة حرب على المركز الثاني. ثالث المراكز شعار بن بتلة يتقدم مع منصور جار الله بن بتلة المري. المركز الرابع وصل مذهل مشعل بن بخيت العتيبي ينطلق على المركز الرابع. والمركز الخامس وصل مستحيل عبد الله بن محمد الصومالي على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع 5 المراكز المتقدمة. لكن أعود إلى شعار أبو ربعة من غير على الصدارة يسلم مع حرب يا حرب فهد أبو ربعة الحربي ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول مع انطلاقة حرب، وشعار فهد أبو ربعة الحربي حربي ينطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة حرب. لكن القادم مع المركز الثاني السيف، السيف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي ينطلق على المركز الثاني. مذهل يا مذهل مشعل بن بخيت العتيبي ينطلق على ثالث المراكز. رابع المراكز وصل مستحيل عبد الله بن محمد الصومالي مع المركز الرابع. خامس المراكز وصل في هذه اللحظات وتقدم على المركز الخامس. وصل خامس المراكز سياف سفر من عقاب الشريف. لكن العودة والصدارة يسلم يا الصدارة مع حرب يا حرب فهد بو ربعة الحربي 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 الله 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 مع حرب. لكن القادم السيف عبد الرحمن بن سلمى بن حمد العتيبي ينطلق على المركز الثاني.
ثالث المراكز وصل مذهل مشعل بن بخيت العتيبي ينطلق على المركز الثالث، رابع المراكز ورابع الاسماء وصل شعار الصومالي يتقدم مع مستحيل عبد الله بن محمد الصومالي، لكن القادم او يا بن هديبلون يتقدم. وصل الدرعي جار الله بن سعيد بن هديبون، لكن اعود مع حرب الله يا حرب فهد بربع الحربي ينطلق في هذه اللحظات، ينطلقون ابناي ميدان السويدرة مع المركز الاول مع صدارة الشوط مع حرب، لكن الله يسيف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي ينطلق مذهل يا مذهل مع شعر مشعل بن بخيت السليس العتيبي. وصل الدرعي جار الله بن سعيد بن هديبون على المركز الرابع، لكن اعود الى المركز الاول، اعود الى شعار ابو ربعه، اعود حرب يا حرب الله يا حرب فهد ابو ربعه الحربي ينطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة حرب وشعر فهد بوربع الحربي ينطلق في هذه اللحظات. الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير يا بوربع يا بوربع، وصل شعار أبو هلال يقدم لنا الدرعي جار الله بن سعيد بن هديبان الله يا الصدارة، حرب حرب الدرعي ما شاء الله انطلاقة حرب والدرعي الدرعي وحرب، الله 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 ما بين الدرعي وحرب الامتار الاخيرة، الدرعي يغير ينطلق في هذه اللحظات جار الله بن سعيد بن هديبان، ينطلق شعار بن هديبان مع المركز الاول، لكن حرب مع المركز الثاني فهد بربع الحربي، لكن الله يا الصدارة يا مقدم الشوط مع الدرعي عاد حرب عاد حرب، الحرب مع حرب فهد بو ربعه الحربي يتقدم مع المركز الثاني، لكن شعار ابو هلال مع المركز الاول 200 متر اخيرة، الله الله ما بين شعار ابو هلال وشعار بو ربعه اللحظات الاخيرة، حرب حرب الدرعي الدرعي وحرب، لكن الدرعي سلام يا ابو هلال سلام على فوز الدرعي بالمركز الاول، وها هنا لحظة صور الدرعي بالمركز الاول شعار جار الله بن سعيد بن هديبان بدون اي توامل. المركز الثاني ايضا حرب فهد بربع الحربي، المركز الثالث السيد عبد الرحمن بن سلمان بن حمد التيمي، المركز الرابع سعد بن سعيد الرفاده، المركز الخامس خامس المركز